ازيكي؟ لسه معاكي 200 جنيه؟ ايوه محتاجاهم. مش عايزه هجيبهم لك. جراح متولي، احنا هنقضيها قوالح ولا ايه؟ ما فيش هوفوف كده؟ اخواتك خرمانين يا جدع. هوفوف فعلا؟ الهوفوف انت في ارض الهوفوف. ادينا اي حاجه كده. قلت ايه؟ اتحبست ولا ايه؟ فعلا والله شمني كده. ارض الهوفوف فعلا. منكم شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام 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 الله ينور عليك يا متولي. ها بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ وانت لازم ترجع متولي، امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك. بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح حدبني شياطين، جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه القبطان. القبطان ده يا سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هفف؟ هفف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى في هفف. هفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت. وانا ما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب و مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا، وبعدين ارجع لامي شايلها همي، مخلفه راجل تسند عليه، اروح انا اللي اسند عليها؟ لا وترجع ليه صحيح؟ ما انت القش بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا امتى؟ شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا. امال سلاح؟ يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ هي اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. ما بهرب بني ادمين. بني ادمين؟ لا لا لا، بقول لك ايه؟ الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. لا بس لما نفهم. فاهم متولي؟ انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد، انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد. تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق. وكلمة تانية ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. أو ربنا. طب بقول لك يا متولي. نسبة الناس التقيلة قوي دول، أنا وأخوك أحمد مالناش في السكة دي، فكنا طالبين منك طلب بس. أقول لك إيه؟ على الفجر كده نكون في مصر في وسط أهالينا يعني. خلصانة. هتروح. مش جايلك وفوف؟ يبقى هتروح. حبيبي. حبيبي ثانية واحدة أعمل مكالمة وأجي لكم. منورين والله العظيم. لو في واحدة تاني هوفوف بس عشان إحنا اتنين. ها؟ بيقول لك شغال مع ناس تقيلة في البلد. انت تاني. انا عارف. بص انت ايه؟ مش هتسيبنا احمد غير ما يبقى في كلبوش. انا عارف. انا بقول لك ايه؟ اتفضل قول لي ايه الفكرة الشيطانية اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انتقم من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لينا، عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا لو اخليها على البلاطة لازم انتقم منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني ولا هندور عليه فين؟ هو ده ليه ما كانش يشيل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. ليه زي بلح ده شيل فلوسه في بيته؟ وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى اما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل ومنام. ومنام يا عادل. ومنام مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبني انا افكر هعمل ايه. يا عبد الله بتفكر في ايه؟ بفكر في الدنيا وعمايلها. فعلا الدنيا يعني عماله تجيبنا
تودينا مش عارف عاوزة مني ايه بالظبط. انت ايه؟ مالك النهارده؟ جدع اللي اسمه عبد العزيز ده، رغم انه كان تعبان طول حياته ومع ذلك اتجوز وخلف، شفت بقى؟ لو انت مكانه انت عملت كده؟ الصراحة بقى انا بعد اللي حصل واللي شفته كنت هعمل كده، وكنت هخلف 100 عيل. 100 عيل؟ انت عايش على قدك يعني، ولما مؤاخذة بتستنى مرتبك كل شهر. طب بقول لك عبد الله، ما تيجي نعكس، اسالك انا نفس السؤال ده، انت كنت عملت كده؟ انا بحسده. تحسده؟ ايوه بحسده. قد ايه يا جمال عنده بنات شفتهم هم بيتحسروا عليه، قد ايه هم زعلانين قوي عليه، قد ايه كل ما هيفتكروه هيقولوا الله يرحمك يابا. انما احنا جمال، احنا مين هيتحسر علينا ولا يزعل علينا ولا يترحم علينا؟ ملناش حد. لكن شفت بناته دول؟ بناته شايلين اسمه وهيترحموا عليه. عارف يا ابو عناده دول؟ انا حضرت ولادتهم كلهم. كل مره كان عبد العزيز يقول لي امتى هنشوف ولادك يا جمال؟ اقول له لا يا عم انا لسه صغير وانا مجنون اعمل زيك، سيبه وامشي انا مشتاق روحي رايحه. نفسي كنت ابقى ماشي في الشارع وابني ولا بنتي ماسكين ايدي زي ما كانوا بناته بيعملوا، يقولوا له عايزين بونبون يا بابا ولا عايزين شوكولاته. لما كان موسم المدارس يجي كان يجي عبد العزيز يستلف مني، كان يستلف من الحاره كلها. كنت اقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا رحمني من العيال ومن مسؤوليه العيال. ولو عبد العزيز خسر، لما الحياه اللي اكتشفتها ان هو ما خسرش، أنا اللي خسرت كل حاجة وأنا مش واخد بالي. افتكر يا جمال احنا لو كان دينا عزوة وأهل وعيال، جايز جايز ونحن أحسن من كده بكتير. جايز فعلا وجايز. ده تعرف يا جمال، انا في مره من المرات كان عندي دور برد جامد قوي، سخن وبتكتك، السخونيه اكلت جدتي وريقي ناشف عايز اشرب، مش قادر اقوم اشرب نفسي. كان نفسي ساعتها يكون عندي عيل انادى عليه اقول له زيني يا ابن شط ميه، مش قادر اقوم. ساعتها بس حسيت ان انا اذيت نفسي بنفسي، وساعتها بس فكرت في كل اللي اذهلي، ان انا اول ما اشوفه هنسفه من على وش الارض. انت قصدك ايه بالظبط؟ لا انا بقول لك يعني، لا اي حد، اصل انا ساعات كده باجي فضفض بقول اي كلام، ما تاخدش بالك. ماشي هعمل اني مش واخد بالي. تسمع الست؟ مش عايز اسمع اي ست. يلا مش هتقطع لحد جربية يا اخوي، يلا عمرك ما زعلتني يا سندي يا ضهري يا اخويا يا ايدي ورجلي. احنا لازم نبلغ هايدن،
بعت لها رسالة. طب كنت قولي، كنت قولي اتخطفت يا اخويا يا اخويا يا اخويا. مروان عايزة كيف كلمتين معهم جدا؟ خير يا اخويا. مروان كلمت مستر لؤي عشان اقول له ان انت مش هتقدري تيجي، بس قال لي ان صاحب الشركه عامل اجتماع مهم جدا الساعه 4 ولسه انت حضري. يعني ايه؟ والله العظيم قلت له ان والدك توفى، بس قال لي ان انت لازم تيجي النهارده وتحضري الاجتماع وتمشي بعد الاجتماع على طول. صدقني صاحب الشركه ده ما بيقبلش اي اعذار مهما كانت، حتى لو كان الموت نفسه. مستحيل طبعا، ما اقدرش اروح. والله ما عارفه اقول لك ايه، ولا كنت عايزاكي احكي لك اصلا، بس لازم تعرفي حاجه مهمه جدا قال لي عليها. قال لي يا مروه ان انت لو ما جيتيش الشركه النهارده مش هتجي لها تاني. تشرب ايه؟ مالك في ايه؟ انت زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ قولي اللي انت عايزاه عشان مش فاضي. مش فاضي؟ وراك ايه بقى ان شاء الله؟ ايه؟ خير؟ هو انا المفروض يعني اديك التقرير على اللي بعمله ولا ايه؟ لا خالص، بس متهيألي يعني ان الكلام في الشغل وعن الشركه اهم من اي حاجه تانية. الشغل والشركه. عايزه ايه خلصي؟ انا مش عايزه حاجه، والدك هو اللي عايز. فهمت. أيتن، أنا كنت عايز أقولك على حاجة مهمة أوي. يا ريت والله يا مروان، أنا كمان من زمان نفسي أسمع منك أي حاجة مهمة. الشركة دي بتاعتي أنا، أنت هنا مش أكتر من موظفة وبس. يعني ما برضاش أتكلم كتير وأعمل مشاكل عشان ما أزعجش أبويا، بس مش أكتر. تصدق صح؟